السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، المرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. أكد عبد الرزاق حمد الله نجم فريق النصر السعودي ارتياحه في صفوف الفريق العالمي، متمنيا البقاء لأطول فترة ممكنة في المملكة العربية السعودية. وقال حمد الله ردا عن أسئلة جماهير النصر عبر حساب النادي في تويتر: سعيد أنني لاعب في النصر، وسعادتي أكبر بوجودي بالفريق تحت قيادة الأمير خالد بن فهد والرئيس مسلي المعمر، وتابع مصلحة النادي فوق كل شيء ومرتاح للغاية في السعودية، أشعر أنني في بلدي. وأضاف: لم أشعر أنني ألعب كرة القدم إلا حينما لعبت أمام جمهور النصر وهم أكبر محفز قبل أي مباراة، ولا شيء يصف شعوري عندما يهتف جمهور النادي باسمي، أحبهم كثيرا. وأوضح: أحاول إسعادهم بأكبر قدر ممكن. في سنة 2005 لعب النصر أمام أولمبيك أسفي المغربي وكنت حاضرا وقتها، ومن تلك اللحظة بدأت أعرف النصر. سبحان الله، الأقدرار أتت بي إلى النادي العريق. ووصل: حصدنا النسخة الاستثنائية الوحيدة والأصلية للدوري السعودي للمحترفين سنة 2019، ولا أنسى فيه هدفي الأغلى الثاني بشباك الباطن. وبين: لا أهتم إطلاقا بالشائعات أي كان مصدرها، وطموحي القادم الفوز بجميع البطولات هذا الموسم، نمتلك فريقا مميزا ويمكنه تحقيق ذلك. وعن إمكانية عودته للمنتخب المغربي رد: ما دمت طموحا وشغوفا فمن الممكن أن أعود مجددا. وواصل: لعبت مع المنتخب المغربي كثيرا، لكن أفضل مباراة لي كانت مع إفريقيا الوسطى حيث سجلت الهاتريك وقتها. وفسر سر احتفاله الشهير بالأهداف قائلا: وحاول إسكات الناس التي تتكلم ولا تريد أن تسكت، لذلك أضطر إلى تكرار الأمر، هذه أفضل احتفالية لي وتعجب جمهور النصر. واستطرد قائلا: أصعب لحظة هي الإصابات، وهي العدو الأول للاعب. لا أنسى إصابة الأصعب في حياتي مع نادي الريان القطري، إذ تعرضت لكسر ثلاثي. وكشف: وقتها أخبرني الطبيب أنني لن أعود للملاعب مرة أخرى، لكني بعدها فكرت فقط أنني كيف أعود للمشي، وتخطيت تلك المرحلة الصعبة وعدت في أفضل أحال. وبعد سنة واحدة كنت هداف الدوري السعودي التاريخي في موسم واحد. وتابع: عقب مباراة الباطن الأخيرة بالدوري دمعت عيني تلقائيا، فقد كنت قبل سنة واحدة طريح الفراش، ثم حققت هذا الإنجاز التاريخي بالدوري السعودي وحصدنا لقب الدوري، كانت أجمل مباراة لعبتها وليلة لا تنسى. وواصل: الحمد لله، والدي هم الأكثر تأثيرا في حياتي، وكل لاعبي النصر إخوتي والأقرب لي، وعلاقاتنا رائعة. وأسهب: الإدارة تعرف مصلحة النادي بتجديد عقدي أو غير ذلك، أما قدوتي فهو البرازيلي رونالدو، فهو الوحيد الذي كان يلفت انتباهي. واختتم: أنا راض عن مسيرتي ولدي طموح كبير للمستقبل، وأتمنى أن يصبح نجلي محمد أفضل مني في كل شيء، وأن يكون صالحا وقدوة ويلعب في نادي النصر ويحطم أرقامي. أثار الخلاف الذي نشب بين وحيد خليل الجيش المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس والنجم حكيم زياش مهاجم تشيلسي الإنجليزي الكثير من الجدل وسط الجماهير المغربية وأيضا وسائل الإعلام المحلية، خاصة أن جميع ظل يتساءل عن السبب الحقيقي الذي دفع المدرب البوسني إلى أن يسقط لاعب البلوز من قائمته التي أعلنها الخميس الماضي. وفي حديث لأحدى الصحف العربية أكد مسؤول بارز داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم رفض ذكر اسمه، أكد أن فوز الأقجع تابع تطورات ملف إبعاد زياش عن قائمة منتخب بلاده، لكنه منح للمدرب البوسني حليلوزيتش كامل الصلاحية في اختيار العناصر التي يريد الاعتماد عليها من دون أن يتدخل فيه مثل ما جرت العادة في ذلك منذ التعاقد معه. وتابع ذات المصدر بأن الاتحاد المغربي سيسائل حليلوزيتش فقط في حال حقق نتائج سلبية، مضيفا بأنه لحد اللحظة يسير في الاتجاه الصحيح، واستطاع الظفر بثلاث نقاط في مباراة الأولى أمام السودان أمس الخميس في انتظار مواجهة المنتخب الغيني الاثنين المقبل، مما يؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح في طريق بحثه عن بطاقة تأهل لكأس العالم قطر 2022.
بعد انتقاده من قبل حليل الزيتش، حكيم زياش يرد بقوة ولا يريد مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم الضغط كثيرا على حليل الزيتش والطاقم الفنية المساعدة له. مقابل ذلك تم تجديد الثقة بالمدرب السابق مقابل ذلك تم تجديد الثقة بالمدرب البوسني خلال وجوده في الأيام الماضية داخل مركز محمد السادس لكرة القدم بعدما كان مصابا بفيروس كورونا، حيث ظل طبيب المنتخب المغربي سعيد زكين يتابع حالته الصحية لغاية تجاوزه مهنة المرض قبل أن يستأنف مهمة الإشراف على تدريب زملاء حارس المغربي ياسين بونو وكان حليل الزيت قد انتقد اللاعب حكيم زياش بقوة وقال إنه لاعب غير منضبط ويتظاهر بالإصابة كي لا يخوض التدريبات رفقة باقي لاعبي منتخب المغرب الأول، وهو الأمر الذي لم يتقبله قبل أن يرد عليه لاعب الفريق اللندني بأنه لا يقول كل الحقيقة، واصفا المدرب البوسني بالمهمة.